تحية للموسيقار محمد الأمين صباحا من خلال قناة الشروق الفضائية. نعيش برانا ونعيش في جنة ويتم منانا من أي واحد مننا إنه يلقى بنت الحلال اللي بتعيشه ويكمل معاه مزين وكمان يواصل حياته. معروف إنه الزواج واختيار شركة الحياة من أصعب الأمور اللي ممكن تواجه الإنسان على وجهه البسيطة. ممكن إنك تتزوج تكون سعيد، ممكن في الزواج يكون عكس ذلك، لكن كيف تختار صح عشان تكمل مشوارك في الحياة هي نقطة الارتكاز الرئيسية لحياتي يظن مننا لحسن. نقطة الارتكاز الرئيسية دي في كثير من الحسنوات الآن بتابعنا صباح الشروق وكنا مركزين مع حمزة. شنو القاعدة الذهبية عشان ما يبدو استفيد عليه يا حسام مع الصباح لما يتوافق مع صفحية؟ والله انا اتجاوز السؤال ده الى ما بعد الموضوع بتاع غيدة عبد الباسط. احنا لو مشينا لقانون غيدة هم حيشرطوا الورق. طيب اتاكد لانه حتكون لا انت قاصد شنو يا حسام؟ قاعدتك الذهبيه للاختيار شنو؟ انا ما عندي قاعده، لكن الزواج قسمه ونصيب. الزواج قسمه ونصيب، فبعد تلقى بست لما تلقى بنت الحلال اللي هي بتسعدك انت وبتتوافق مع رؤاك انت، بتتوافق مع مستوى تفكيرك، يعني تفاصيل حياتك انت تعيشها بكل سعاده، هي بالتاكيد هي نقطه رئيسيه جدا لاختيار شريكه الحياه. لكن انا ما حاسالك طوالي لكن مباشره ارحب بغيدة عبد الباسط. اهلا وسهلا غيدة، ناشطه اجتماعيه. اليوم حنتكلم عن موضوع اختيار شركة الحياة، نربطه كمان بارتفاع النسب الكبيرة في الفترة الأخيرة لنسب الطلاق في 5 سنوات الأخيرة. حنتعرف الأسباب شنو، لكن قبل ذلك أهلا وسهلا يا غيدة، صباح الخير. أهلا بكم، صباح الخير عليكم حمزة حسام، صباح الخير على المشاهدين. ان شاء الله ربنا ما جاب طلاقات يا اخوان ان شاء الله. ليه تزين على الطلاق طوالي؟ ايوه ممكن الحياة تخلق لنا نوع من التوتر، يعني مثلا انا اذا توترت ممكن اشرب مويه كثير مثلا مثلا. لا عامة الطلاق طبعا اختيار خاطئ من البداية، لكن احنا كيف نعيش سعيدين عنده حاجات كثيرة. طيب اجي في هنا ده، كيف نعيش سعيدين؟ انا ذكرت انه اختيار شريكة الحياة من اصعب الامور اللي ممكن تواجه الانسان على وجهه البسيطة. طبعا كيف انا اختار صح عشان اعيش صح قبل ما اطلق، يعني عشان اعيش حياة كريمة وسعيدة مدى الحياة؟ اول حاجة عشان تعيش حياة كريمة وسعيدة لازم يكون في تكافؤ يا اخوان. والله التكافؤ ده حاجة جد مهمة. فعلا مهمة. التكافؤ كيف؟ التكافؤ الاجتماعي والتكافؤ الثقافي والتكافؤ المادي. بجد انه انت تشوف الانسان اللي بيشبهك، ومؤسسة الزواج من العلاقات العميقة اللي بتحتاج جدا يكون فيها تشابه، يعني يكون فيها تكافؤ، يعني ما ينفع نكون مختلفين في اي حاجة من A to Z. اختلاف في النواحي الاجتماعية واختلاف في الماديات واختلاف في اي شيء، حتى اختلاف على مستوى السلوك الانساني ما ينفع. لكن لما تشوف ناس بيشبهوك، زول بيشبهك في حاجاتك، في تطلعاتك، في احلامك، في اهدافك، حتى في ناحيه ناكل شنو ونشرب شنو، الحياه بتكون حلوه وجميله. اعتقد يعني انا ممكن القى زول بيشبهني في احلامي، في تطلعاتي، في امالي، في نظرتي للمستقبل، لكن ممكن يكون المستوى الاجتماعي ما واحد مثلا، يعني الطبقه الاجتماعيه ما واحد. دي بتاثر برضو ولا؟ والله هو لو كان في تقبل لبعض، كل واحد يتقبل الثاني بعلاته، ساعتها ما حيكون في اي اسباب طلاق، حتكون الناس دي عايشين حياه افلاطونيه فعلا. لكن شرط ان كل زوج يتقبل الثاني كما هو عليه. ما في شخص منزه عن الزلل بالمطلق، ما في زول ما عنده علات، ما في زول ما عنده اخطاء، لكن انت كيف تتقبل الثاني ده او تتقبل الطرف الثاني ده بمفهومه هو، بسلوكه جايبه من بيته، بطريقته، بحياته، بشخصيته ربنا خلقه بها. ما تحاول انك يعني تسلخه عن شخصيته وتجيب له شخصيه ثانيه، ما دي من واحده من اسباب الطلاق بالمناسبه، انه كل واحد عايز يفقد السيطره على الثاني. من الجين ولا طبعا ده مفهوم خاطئ. كل زول جاي بفهم معين، بمعتقداته، بمبادئه، وبقيمه، وبحاجاته وتربى عليها. فما بنلقى انه مثلا كل زول الثاني عايز يكون زي ما هو بالضبط، ما عايز يكون تيبيكال زي الحاجه اللي هو خدتها فيه، ما ينفع. فانت حتتقبله بشكله، بعلاته، بتفاصيله، بكل حاجاته. طيب يا غيدة، في الفترة الأخيرة يعني ارتفعت ظاهرة الأنوثة في مجتمعنا السودان، وتأخر السن الحقيقي جدا للزواج عند الشباب، ومتغيرات كثيرة جدا لو طرد على الوضع الاقتصادي طبعاً. الثقافات اللي دائما بيجينا من برا، التأثيرات الخارجية. لكن ده من مقصود حنجيو في جانب الطلاق، لكن لو تكلمنا عن الفئة العمرية تحديدا وتأثير على موضوع استمرارية الزواج. طبعا من القزي ما قلت الفئة العمرية ممكن تكون مثلا الشباب الطبيعي مثلا سنة الزواج بتكون كم؟ 25 26 سنة، امتدت لحد سن 30 31 35. الظروف الاقتصادية نعزل السبب ده بالتأكيد للظروف الاقتصادية، يعني
وممكن ده أكتر سبب أكتر حاجة نعمل عليه سكوب، إنه سبب الاقتصاد هو من أهم أسباب تأخر الزواج. أها، وبرضو من أسباب الطلاق إذا جاز التعبير، لكن نتكلم عن الفئة العمرية، إنه أنا بتزوج في سن مثلا أتزوج واحدة من عمر صغيرة أو قاصرة، إحنا ما بنشجع طبعا زواج القاصرات، لكن في سن عموما هي سن صغيرة على حسب متغيرات الزمن ده، فتأثير العمر يعني زول كبير بيتزوج مشكلة كبيرة، فرق العمر الكبير طبعا طبعا مشكلة. ما حيكون بالمناسبة ده برضو واحدة من حاجات التكافؤ، عشان ما الناس يكونوا متكافئين ومتشافين لازم يكونوا من نفس الجيل، ما ينفع يكون ارتباط مع شخص من جيل تاني، ساعات التفكير حيختلف والمفاهيم حتختلف، ساعات احد يتعامل كيف انه ابوها او انه زوجها او انه كيف، فانا دي برضو ما قادرة افهمها، لكن في كثير بالمناسبة ومنتشرة وشائعة جدا يعني. لانه برضه فيها جانب مهم، يعني بادراك الحياه الزوجيه بكل تفاصيلها، يعني الواجبات والحقوق او كذا، هي أكيد. تاتي في سن صغيره ما بتدري الحياه دي كلها، بعدك يتطور الامر الى ان يصل لمرحله الطلاق، يعني هي تياس من الحياه مع شريك الحياه الفلاني لانه هو ما تفهمها وما تفهم مستوى سنها، برضه ممكن تؤثر سلبا يا غيدة. اكيد بتاثر سلبا اكيد يعني، لكن هي زي ما قلت لك احنا بنرجع لحاجات كثير، احنا بنعزي اول حاجه اسباب الطلاق، والطلاق ده ما بيجي مره واحده، الطلاق ده فيه مرحلة أو كم مرحلة عشان ما يحصل طلاق. أبرزها شنو؟ أول حاجة الطلاق الفكري، إنه ما في ثقافة حوار بين الطرفين. ما في ثقافة حوار نتيجة للثلاثة حاجات المذكورة آنفا اللي هي التكافؤ الكذا اللي هو الثقافي والفكري والاجتماعي. التكافؤ الفكري برضو دي من أهم الحاجات، والانفصال الفكري أقصد، معلش الانفصال، لما يحصل انفصال فكري بيبدأ إنه ما يكون في حوار، بيكون في حالة صمت بين الأطراف أو بين الزوج والزوجة. بتت مرحلة تاني يبقى الانفصال العاطفي، ويبقى إنه العاطفة بيحصل لها شرخ أو بيحصل لها زي ما بقول كده المحبة أو المودة على أساسها اتخلق الرابط أو الرابط بين الاثنين، أو اللي هو طبعا ده ميثاق غليظ، ده ربنا يعني عظمه وده ربنا كرمه، فإنه هو أصبح إنه الأساس فيه هو المحبة أو الوقود فيه هو الحب، هي العاطفة، فلما تبدأ العاطفة تلقائيا تبدأ تتشال شوية شوية، ساعتها ممكن يحصل بعد كده تاني الانفصال الجسدي، ثم إلى ما بعد ذلك المشاكل والاحتداد في المشاكل والمناقشات والاحتدام بشكل عام. أيوة. بيؤدي للانفصال التام. جميل. طيب الانفصال التام بعد كده هيحصل أسباب كثيرة ممكن تؤدي للانفصال ده، زي ما قلنا آنفا موضوع التكافؤ، الحاجة الثانية ممكن تكون الاختيار السيء لواحد من الأطراف، يعني مثلا ممكن تلقى واحد يعني يختار واحدة لمجرد إنه هي عجبته مثلا شكلا جميلة المظهر مثلا، دي واحدة من الأسباب ممكن تكون هي ما سبب كافي إنه يخليك تتزوج أو تبني مؤسسة بأسرة كاملة لمجرد بس السبب ده. الحاجة الثانية ممكن يكون عدم ثقافة الطرفين في موضوع الزواج نفسه، يعني ممكن الطرفين الاثنين ما فاهمين هم داخلين على شنو، ما عارفين هم داخلين على شنو، حجم المسؤولية، كبر المسؤولية نفسها، إن هم ما عارفين أو ما قادرين يفهموا أو ما قادرين يستوعبوا إنه دي مؤسسة كبيرة تتبني عليها علاقة بين اثنين أو حتكون نواة مجتمع بأكمله، ومن خلاله بيحصل بناء اجتماعي، ما فاهمين الموضوع وما فاهمين حجم المسؤوليه. جميل. وحاجه كمان ثاني ممكن تكون التطلعات او التوقعات الورديه، وتطلعات كل واحد من الثاني بسقف اعلى او ارتفاع سقف التطلعات زي ما بقول. كل واحد من الثاني متخيل انه هو ماشي حياه ورديه، حياه جميله، متخيل انه ماشي على الجنه. فبكون متفاجئ بالواقع، يلقي انه لا ده مش الشخص اللي انا كنت راسم له الصوره، او هو يقول دي مش الشخص اللي انا كنت راسم له الصوره، وهكذا. في اسباب كثيره جدا، سوى المعامله، الوضع الاقتصادي، ممكن يكون في ملل زي ما انت اشرتي برضه لعدم التوافق. شنو الحلول ان احنا ممكن نضعه نرسم بها خارطه الطريق عشان ما نطلع من كل الاسباب اللي ممكن تؤدي لنا لهذا الانفصال؟ اكيد في حلول، لكن بس انا عايزه اكمل الاسباب الثانيه. طيب. عندنا اسباب الاقتصاديه زي ما ذكرنا انفا، واسباب اجتماعيه، تدخل النسابة، تدخل الأهالي، عملت سوت فعلت وهو بهناك، هو عمل ليه تدخل النسابة أو تدخل الأهالي بصورة عامة ممكن يخرب العلاقة الزوجية بين الناس.
لو ممكن يكون واحد من الحلول النساء بديل او الاهالي ديل لو فهموا انه الشخصيه الجادي او زول الجادي مرت ولدنا دي حتتعامل معاها زي بنتنا وهي حتتعامل مع الجماعه ديل زي اهلها دي زي امها ودي زي ابوها ما كانهم الاخوه الاعداء في الحاله دي ما حيكون في مشكله في الحته دي بالذات. حاجه اخيره كمان اللي هو يعني معظم الزيجات بتقوم على اساس الحسب والنسب والمال والجمال وكذا وبينسوا تماما موضوع التقبل كل واحد منهم للطرف الثاني. اها طيب يعني ما بكون في حب. اها طيب حنجي لجوانب عده ان شاء الله في حلقات قادمه في موضوع النسب والاختيار والحب والارتباط الكبير. في اشارات الى الحلول اللي ممكن تجعل الناس او تجعل الزوجين سعيدين في حياتهم ويكملوا مشوار الحياه بكل سعاده، شنو ابرزها سريعا؟ الاهتمام. الاهتمام 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 تقبل كل واحد منهم للطرف الثاني. الأربع اهتمام. الاهتمام لازم يكون بكل تفاصيل. يعني الاهتمام حتى بالتفاصيل الدقيقة. يعني لما الواحد يهتم بمسار زوجها مثلا بينعكس حتى على المجتمع، يقول يا سلام حتى هي مهتمة بشكل الهندام، يا سلام حياتهم جميلة، فبيكون في انعكاس. والعكس كمان لما هي تسهر بأبهى حلتها لما كده هو كمان حيقولوا يا سلام هو مقصر فيها هو ما كذا. فكده يعني الاهتمام بيكون انا ما زعلك فانا مهتميه بك انت ما تزعلين، فاحنا نعرف سلبيات بعض وايجابيات بعض، عارفين مفاتيح بعض فقادرين نهتم ببعض في ادق التفاصيل. ده الاهتمام. قلنا التقبل كل واحد منا للثاني. قلنا التنازلات، شويه تنازلات، ما احنا ما حنخش جنه او حياه ورديه، فلا بد ان يكون في بعض التنازلات عشان ارضاء الطرف الاخر عشان المركب تمشي. ممكن تكون دي اي من ابرز الثلاث حاجات اللي ممكن يحصل فيها او دي ممكن تكون حلول للطلاق ان شاء الله، وان شاء الله ما يحصل طلاق يا رب. ان شاء الله يا رب. طيب نحن قبل ما نختم معك سريعا كذا في عجاله، مرات اختيار الزواج بيتم عندنا في مجتمعنا السوداني البت العم بت الخال الاقرباء او محيط الاسره او كذا، مرات ما بينشا حب ما بين شريكه الحياه وبكون الأساس التقدير، هل ممكن التقدير هو يساعد تقدير الطرفين في العلاقة يساعد في استمرارية العلاقة والحب يأتي بعد الزواج؟ ما في مشكلة لا ضير طبعا، لكن هي زي ما قلت لك التقبل على الأقل القبول. يعني أنا قبلت بيك وإنت قبلت بي، بيع اللاتنا ما في زول حد، زي ما قلنا ما في شخص منزه عن الزلل، لكن انت لو تقبلته بشكل عام ساعتها حيكون في تآلف وحيحصل موده وحيحصل رحمه والكلام ده. كنت عايزه اقول بس حاجه بسيطه، العلاقات المسمومه او التعامل مع العلاقات المسمومه، احنا بنتكلم عن الطلاق لكن الكلام ده مش دعوه للطلاق، في علاقات في الحياه الاجتماعيه بتكون مسمومه، في علاقات بتحس انها بتجي على عاتقك، حاجات بتستنزفك، حاجات ممكن تكون مبنية على بتاخذ من وقتك، بتاخذ من جهدك، من انتاجيتك الوظيفية، بتاخذ من حتى من جانبك النفسي، بتخليك زهجان وزعلان وما قادر تتعامل مع المجتمع. ممكن تكون الزواج واحد من العلاقات دي، فلو حصلت انه الزواج ده قد يكون علاقة من العلاقات المسمومة، تعلم ثقافة متى ترحل. بمعنى انه لو حسينا انه هذا الشخص مثلا احنا قادرين نتعامل معه وقادرين المركب تمشي وكله تمام، ساعتها ما في مشكله، بالعكس دي حتكون حاجه كويسه. لكن لو حاسين انه الكلام ده بدا يظهر علينا كل الجوانب، سواء كان نفسيه، سواء كان على محيط المجتمع، او على حتى الناحيه الجسديه، جابت لها مرض وجابت لها ضغط وسكري وكلام زي ده، ففي الحاله دي احنا بنعمل ثقافه ما تطرحها. نعم، وفي كثير جدا من الاثار اللي ممكن تترتب بعد الطلاق، نحن ان شاء الله في اوقات جايه حتما نشوف كثير جدا من الموضوعات. نعم. ريدة عبد الباسط الباحثه الاجتماعيه، شكرا لك. عفوا لكم، عفوا كثير، تسلموا.